صباح الخير، كي دايري؟ لاباس عليكم؟ اليوم جديد، مزيد من الحماس والنشاط في الدار. تغيير 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 كيحيي القلوب وكيحيي العينين والصراحه وكيفاجئ على القلب. دونك غادي نصبغوا اليوم هاد الساباتيرا بشكل بسيط وسهل. هادي الساباتيرا عندي في هاد اللون، راه ما كتواتلياش مع الساباتيرا اللي عندي هنا. البنات عاد غادي نصبغ الحيط مره اخرى، لان فاش ركبت هادي وبدلت لها البلاص وها نتوما كيتحفر، يعني عاد غادي نعاود الصباغه كلشي. هادي صباغه اللي كتغسل زوينه، هاد الصباغه رائعه، دايرها للدار ديالي كامله ولكن بالالوان بين قوسين. هادي دونك غادي نخوي هاد الصبابط، ها نتوما تشوفوا معايا. مرحبا بكم في فيديو جديد مليء من الحماس، ونوريكم اون ديتاي شنو غادي نحتاجو. وبطبيعة الحال الماتيريال اللي غادي نحتاجو ساهل وبسيط، ما كيكلف والو. غادي نحتاجو واحد الليخة تكون رطيطة، انا هادي اللي عندي رطبة، واخا ان الدري اللي شريت من عنده من لوغوا ميغلا من ليروي ميرلين، منين شريت الماتيريال قال لي بلا ما تحتاجي كاع الليخة تليخي داك المويبلي مباشرة، هاد الصباغة كتصلاح فوق الخشب، ولكن انا فضلت نليخيها شوية باش تعطيني نتيجة افضل. دونك الليخة اللي عندكم في الدار تكون رطبة صغيرة غير طريف، معليش انا هذا اللي كان عندي متواجد. طبيعة الحال شريت شوية جداد، ان الاخرين اللي عندي ديال البيبان شويه كلاو الدق، دونك خديت شويه جداد. وهذه هي الصباغه اللي عطاني، بيض ساتينادو، بلانكو ساتينادو، يعني فيه ابيض ولكن فيه شويه ديال اللمعان غير شويه. وهذه الماركه ايكولوجيك، يعني ما كتضيعش الميديو امبيانتي، والمواد اللي فيها ماشي مضره للناس الحساسيه والناس اللي ما كيستحملوش الريحه ديال الصباغه. دونك هاد الصباغه مزيانه، اسمالتي الاغوا، ما كيديرش كاع الريحه، يعني صبغ وبقى في دارك. وبطبيعه الحال الوانطي باش نحافظوا على يدينا، وغادي ندير داك الزويف، عندي واحد ليزار قديم مانطيل قديم، غادي نفرشو من تحت باش ما نمانطيش الارض، وترابو باش نمسحو اي مانطه تشخطنا بها. يعني المسائل موجوده في اي منزل، نبدلو المويبلس اللي ما عاجبيناش في الدار نصبغوهم ومنها نلهيو راسنا. بطبيعة الحال من بعد ما خويناها كامله، اللي خيناها شي شويه غير شويه من برا، وحيت هذوك الفيسات. بنتي ها هي المساعده ديالي، حتى هي قالت لك ماما نعاونك، قلت لها يلاه بنتي. وحيدنا دوك الساقطات باش فاش نكونوا كنبنترو ما يديرونجيوش وما يتمنطاوش حتى هما، نيت كان خاصهم شويه ديال الغسيل من الداخل كانوا فيهم الطبايع. دونك استغليت الفرصه وحيدتهم باش نغسلهم. صافي غادي ندوز عليه بشويه ديال هذا ديال المويبلي، عندي ديال المويبلي واحد السريبيته هذه، هانتوما غادي ندوز كلشي من هنا باش نكملو ليك. Thank you.
انا مسحته كامل. دابا غادي نبداو كنصبغوا. شفتوا هنا عندي بويض، دونك فاش غادي نصبغها يولي كلشي بيض، يولي زويون. غادي نصبغها كامله دابا من الداخل ومن برا، من هنا ومن هنا. ودابا نديرو بيتزا خفيفه وظريفه للغدا. اليوم الحد كنصبغوا نديرو بيتزا سريع. هيا بنتي كتخبز، راه وجدنا لها سالسيطا صافي خفيفه وظريفه، ونديروها في الفران. درت وحده ديالي كيطو، غادي نوريها لكم من بعد وصافي. ونستمر في صباغه المويبلي. وها هما البيتزا ديالنا واجدين. المهم الروينه ما تسولونيش على الروينه، لان شوفوا كلشي مشخطن كلشي مرول، بمساعده الانسه نور مساعده مامانها في المنزل. سي دالي اون لايك، هي خصها دير لايك. لايك هذه بيتزا البابا هاوية. حنا كنديرو بيتزا نباتيه غير بالفلافل والبصله والزيتون ولا فرماج لاصوص. هذه كيتو ديالي كنديرها بطحين اللوز وبيضه وشويه زبيده ومليحه وهذه وخماره صافي. حتى كندير لها نص طياب، عاد كندير لها نفس القوام من الفوق الى الفرن صافي. هنا غادي نبدا نصبغ. هاد الصباغه كما قلت لكم ما نحتاج لا نزيد لها الماء ولا والو، غير مباشره نصبغ بها غزاله الصراحه وصافي. شكون اللي في حالي كيعجبو يصبغها كمويبلي، انا الصراحه كنتريلاكس فاش كنصبغ ولا نبنتر ولا ننظم، كنحس بواحد الراحه نفسيه. ما عرف واش تنتوما هكذاك، اللي في حالي تخليها ليا في الكومونتير. طابت، حنا كتعجبنا طايبه ما كنخليوهاش يعني بحال الا بيضه، كتعجبنا محمره هكا كتعجبنا وصافي. ها هي من بعد اول بنتوره كما كتشوفوا، راه مازال غادي نزيد لها، غادي ندير لها 3 كوش باش ما نخلي حتى شي بلاصه فيها الظل صافي. علي نساليناه، ما غسلتهم هادو، هاد السدادات كانوا شويه مسخين فيهم الطبع يعني من الداخل ماشي من برا. من هنا غسلتهم، دابا غادي نردو لهم الكيسات. هانتوما شتو كي ولا حتى من الداخل صبرتو ولا كله بيض. وهذا احبائي حبيباتي الفيديو جاء على النهايه ديالو. الصباطيره ديالي ها هي، شاركتها معكم ولات غزاله. درت لها 3 ديال الكابات باش بقات هكا صافيه، وبطبيعه الحال حتى من الداخل صبغتها. ها هي حشاكم، نقصت بزاف الصباط اللي ما بقيناش كنستعملوهم، ها هما جمعتهم هنايا. بهاد محتا كينوض ينظم ويجبد الحوايج ديال الشتا، عاد كيضرب الفقد بانه بزاف المسائل ما كتلبسش. وهانتوما تواتت ليا دابا هنايا لا بتيت اونطري ديالي، تواتت ليا مع هادي. شوفوا الماسكاريات ولينا، الله يستر اش غادي نقول لكم. هانتوما الغوزيه ديالي فيها ماسكاريات ديالي، الشيبيه الماسكاريات دبنتي، وهادي ديال الزوج ديالي. هادو كيتباعوا رخاص، انا طلبتهم في الي اكسبريس ودغيا وصلوني الصراحه، يمكن 2 سيمين وصلوني ورخاصين، ما غير سنتيمات ما كامل حتى اورو. والخال ديال
ديال اليدين. هذه بين قوسين، وهو هذا. نخليكم في امان الله، تهلاو لي فراسكم، ما تنساوش تشيروا لنا بلايك على الفيديو وتشتركوا في القناه ديالنا. هو هذا، مع السلامه.